مستعد؟ مستعد. جاهز؟ جاهز جدا. يلا بينا. توكلنا على الله. يلا بينا. رحت بنك تاني خالص الناس عظيمة فيه، قاعد مع موظف انا بتكلم معاه في موضوع عادي ورقة وهنعمل وعايز التوقيع ده افتكره وبتاع. في شاب بعيد خالص، لان انا اكتشفنا راح مصور لي ونزلها وقال استر يا رب على الموظف. الدنيا اتقلبت. لقيت مدير بيكلمني، يا استاذ علاء انت كنت عندنا في بنك هتزعلك. قلت له علاء لا خالص. قال لي امال ايه اللي على السوشيال؟ قلت له على السوشيال ايه؟ قال لي ده ما صورتك وربنا يستر على الموظف. وحش البنوك. قلت له انا ما عملتش حاجه. قال لي ارجوك لان الموظف ده هيتاذي والمدير بتاعه عمل معاه مشكله، فانت اعمل لنا فيديو قول الحقيقه اللي حصل معاك. بدخل البنوك ساعات، ايوه يا استاذ. اقول صباح الخير، معلش الرقم معلش. وداني وش خشب، اخد الرقم وافضل قاعد. اقعد بقى اعمل ايه؟ اشرب سجاير. فيا استاذ ممنوع. اقول له انا تشوف لي حل. ما هو عشرة بسجاير يا عم. الناس بتخاف منك. مش مصر. أنا ماشي في الإمارات. الناس كلمتني يا بنك التوتي. واروح المغرب يا بنك طب وخلاص. وناس كلموني قالوا لي مش عارفين نعمل مسلسل اسمه بنك والمصحف شيء. بيقولوا انك عدو الموظفين اللي في خدمة العملاء. اه طبعا. كلهم بيتجنبوا ان هم يتعاملوا مع علاء مرسي. ردك ايه؟ لا صحيح. صحيح. اه والله. يعني لما صريح قوي. اه لما بيعرفوا مش هتتعبني معاك في الحلقه. بيعرفوا ان انا علاء اللي بتكلم. لا مثلا لو بتكلم مثلا شركات التليفون مثلا. وبيعرف ان انا علاء وهو مثلا عارف موضوع البنك. ممكن يدوني انا شهر عليا وشهر عليهم وكده. يدوني جايزه يعني عشان ما اشتكيش. عروض خاصه. عروض خاصه. ساعات يدوني تليفونات. لا هو انا بيني وبينه مشكله خدمه العملاء. بس انت مش شايف انك يعني مزودها حبتين؟ انا اتنرفزت. تتجاوز. هقول لك انا 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 اتنرفزت في المكالمه الشهيره دي. لان انا قعدت 3 شهور مستني ورقه من موظف يدهاني مختومه عشان انا عملت تسويه قرض لعربيات. فدفعت الفلوس قبل الميعاد كلها. فمستني ورقه، الورقه دي اروح بيها انا بقى اخلص بيها اجراءات مرور ومش عارف ايه ورفع ملكيه وحفظ. 3 شهور انا بحكي كل يوم الصبح لموظف تاني وتالت الموضوع. عارف بيقولوا ايه على المكالمه دي؟ ما انا مش عارف ده اتعمل بيها. بيقولوا انها اشهر من كل ادوارك يا علاء. فعلا سمعت ده قبل كده. انا عارف لان هي انا بشوف رد فعلها. وبعدين في ناس قالوا بقى ما انت ممكن دي تسريب خدمه، تسريب اسرار عميل، فانت اعمل عليهم قضيه. فقلت مش سهله قضيه، انا ارفع قضيه على مين؟ سيبك بس من رد الفعل. خلينا في فعلك انت نفسك. الفعل انا انت كنت يعني متجاوز ولا لا؟ لا متجاوز طبعا. ايه بقى حكايه المكالمه الجديده اللي بعتها لك موظف خدمه العملاء؟ كانت الشبكه راحت مني وانا بره مصر خالص. وبتصل ومش عارف واقف في مطار. انا مش في تايلاند، فانا لا بعرف تايلاندي ولا انجليزي ولا اي حاجه ولا عربي ولا اي حاجه. وعايز اكلم الناس اللي هم اتاخروا عليا، الشوفير المفروض يجي ياخدني هو بتاع الانتاج عشان يودوني الاوتيل. فمش عارف اوصل له. وهم قالوا لي عند عمود رقم 13، بعتوا لي وانا في مصر عند عمود رقم 13. اول ما تدخل عمود رقم 13 اقف عنده هتلاقي واحد جاي ياخدك. انا وقفت بقى عند عمود 13 ده، اتضح ان عمود 13 ده في الدور اللي فوق وفي عمود 13 تحت. طب مال برضه خدمه العملاء ومالك؟ ما انا بتصل بقى بيهم بالتليفون بتاعي. أيوة. عامله رومنج. فصل خالص. هم لهم رقم بقى يقول لك لما انت تبقي بره تبقى بره تطلبه، اتصل بينا. بتصل بقى محدش يرد. فين وفين واحد بقى رد. فبقول له حضرتك انا كذا كذا كذا. قال لي معلش مش سامعك كويس. ده اتجنني بقى اساسا، مش سامعني ازاي وانت شبكه؟ هي بدات الجمله كده. بعد كده بقى دخلنا في توت وتيت وطاط والحاجات. ما هو مش شبكته اصلها. ما مش شبكته بس هو اساس. ما بعرف فين. المهم بقى حصل ايه بقى؟ عملت فيه ايه؟ عملت بقى كل الجمل المفيده قلتها له. اللي انا ما اقدرش انزلها هنا طبعا. كمان. وبعدين رجعت مصر فلقيت الراجل ده بعت لي تسجيل المكالمه. لان المكالمات كلها بتبقى متسجله. بعتها لي بقى وقعد يضحك ويهزر وبتاع ويقول والله. ما هو اتضح ان انا ليه، ان هو برضو متابعني في المكالمات يعني. في المواقف. بس اشهر حاجه عندك
ليك فانز خدمة العملاء على فكرة. لا ده أنا ليا صفحات على الفيسبوك رهيبة جدا. يعني أي حاجة خاصة بالبنوك لو الدولار علي ألاقيهم بعتين لي أنا أتصرف. طيب.